الأول الزاد راشد، الكرة الثابتة الآن أحمد خليل سددها راحت بعيدة إلى ضربة مرمى. شباب الأهلي يلعب في ملعبه وسط جماهيره المتواجدة في المدرجات بأعداد طيبة الإلكترونية المحيطة بالملعب ودعم فعاليات أيضا لحظات أبو ظبي. الكرة الثابتة الآن محاولة وتسديدة، تعالوا العارضة من ليوناردو إلى ضربة مرمى. ودعم أيضا مؤتمر دبي الرياضي الدولي. وبين الشوطين المباراة راح يتم عالية لكن تتخلص هذه وتبعد تعود مرة أخرى. المحاولة في الجهة اليمنى ليوناردو، هدف مارياني وحارس المرمى جمال. غريبة اللقطة من جمال، غريبة اللقطة من جمال لكن لحسن حظه. شوف جمال، شوف جمال جمداش وبفارق نقطتين. الثانية من أحمد خليل تقدم لها أحمد شالح. أيضا خطأ يحتسب لمصلحته هذه الكرة الثابتة وشالح حارس المرمى جمال على فرنسا 13-1 في وسط الملعب. محاولة لأحمد خليل، أحمد ريل وبنور، هذه تمريرة لأحمد خليل راحت في الشباك. نعم أحمد، أحمد خليل بتمريرة من ليوناردو الساحر البرازيلي يحرك مدرج الفرسان. الفارس أحمد خليل يسجل الهدف الأول لنادي الشباب الأهلي. صدارة بس، هذا شعار الشباب الأهلي، هذا شعار نادي الشباب الأهلي. صدارة بس، يلعب في داره، لا يبحث إلا عن الانتصار، لا يبحث إلا عن الصدارة، وهو يستضيف هذا الحدث في داره هنا في الأستاذ راشد. أصبحت النتيجة 1-0. كسر التعادل، كسر التكتل بتحرك لأحمد خليل وبتمريرة من البرازيلي ليوناردو. وليوناردو يصرع تمريرة في وسط الملعب لمصلحة نادي الشباب الأهلي. هذه كرة لليوناردو، ليوناردو انطلق فيها، ليوناردو يحاول فيها اللاعب البرازيلي، والكرة بعد ذلك بتعود إلى كاراتابيا. كاراتابيا نقلها عرضية، كرة بتعود الآن، محاولة لكاراتابيا، كاراتابيا نقلها لليوناردو. ليوناردو يا لعيب يا ليوناردو، الحلو ما يكمل، الحلو ما يكمل يا ليوناردو، الحلو ما يكمل من البرازيلي الساحر راوغ الكل. يا سلام يا ليوناردو، لعيب لعيب. كرة القدم يا كاراتابيا أصبحت سلعة، وديفور من يملك تاريخ لا يشفع لهم. الكرة العرضية مرت إلى ركلة إلى ضربة مرمى، تاريخ لا يشفع له لأنه يعاني ويهبط، يعاني ودائما ما يهبط مع المنتخب الألماني. كرة بتعود الآن، محاولة أمامية تسديدها لكن حارس المرمى جمال، حارس المرمى جمال تعود مرة أخرى والكرة راحت إلى ركلة ركنية، راحت إلى ركلة ركنية من مارياني. جمال يتألق، هذه الكرة الماضية جمال تألق، ويليان إبعاد سيء وتسديدة صدت بويليان راحت إلى ركلة. تسب أي شيء، كرة بتعود الآن لعبد الله، عبد الله ولمسة أمامية إلى ليوناردو، ليوناردو، ليوناردو تمريرة في الأمام إلى الأرجنتيني كاراتابيا، كاراتابيا خلص، كاراتابيا خلص، كاراتابيا سجل الثاني. صدارة، نعم صدارة، صدارة ما يفرط فيها شباب الأهلي. الفرسان في ليلة القبض على الصدارة، ليلة القبض على الصدارة. هذه الكرة في بدايتها ياسين البخيت والمطالبة بركل الجزاء، لكن بعد ذلك الهجمة العكسية السريعة المرتدة اللي وصلت إلى البرازيلي ليوناردو ومررها إلى الأرجنتيني كاراتابيا. وكاراتابيا ما كذب خبر، وضع الكرة في الشباك، سجل الثاني في ليلة القبض على الصدارة. نعم نادي الشباب الأهلي يسجل الثاني ويؤمن النتيجة ويقبض على صدارة دوري الخليج العربي في هذا المساء. الثالثة وتصدر وصعد للثانية وتصدر وصعد للبوندسليغا ونافس في أول موسم صعود وخسر الصدارة في آخر الجولات، لكن هذا ما يبعد عن خسارة الصدارة، هذا يأكد الصدارة وفرحة لهذا الصغير
نعم شباب الأهلي الفرسان في دارهم يأكدون على الصدارة. أحمد خليل في داره بهدف ثالث يثبت الصدارة، يثبت الصدارة بالثلاثة، بالثلاثة. أحمد خليل على الطاير، على الطاير من بوخلي، راحت في الشباك، يثبت الصدارة في داره. أحمد خليل يقبض على الصدارة مع نادي شباب الأهلي. الفرسان في ليلة سعيدة، الفرسان في ليلة سعيدة، بدأوا هذا العام بانتصار. وضعها ليوناردو ويسجل ليوناردو، نعم وضعها ليوناردو بالأربعة. شباب الأهلي ما أروع بالأربعة، شباب الأهلي ما أروع، يضرب بقوة في هذه المباراة ويثبت نفسه ويؤكد صدارة دوري الخليج العربي. فرحة كبيرة، الصورة الأخيرة في عام 2019 بهذه الطريقة يحتفل نادي شباب الأهلي وهو متصدرا لدوري الخليج العربي بعد هذا الانتصار، واستغل فوز الظفرة على نادي الشارجة وتفوق على ملعبه بنتيجة الأربعة، وعاد قبض على الصدارة، قبض على الصدارة. وين 19 يخسر أيضا بالأربعة. الكرة بتعود الآن، محاولة وصلت هذه عرضية عالية لكن تتخلص تسديدة، راحت في الشباك. أحمد خليل والهاتريك، أحمد خليل والهاتريك. بوخلي يسجل الخامس، يسجل الخامس. زلزال للفرسان، شباب الأهلي يضرب بقوة في شوط المباراة الثاني. شباب الأهلي يأكد ويثبت الصدارة، يثبت الصدارة بخماسية، وأحمد خليل بهاتريك جميل. أحمد خليل الكرة تبحث عنه، الكرة تبحث عنه، صدت فيه، راحت في الشباك، هدف يحسن.